ما كتشربيش مناضه، كتقولي العصير ديال الزنقه فيه مواد حافظه. اجي معايا شوفي التحضير ديال واحد العصير اقتصادي بنين وغزال ورائع، تبردي به في الصيف عليك وعلى وليداتك لضيافك، وما غاديش تندمي. شوفي معايا الطريقه ديال التحضير، جربيها وردي عليا الخبر. عندك جوج ديال البرتقالات، وحده بالقشور ديالها، هذه كتبيت كنبيتوها كونجلي، وحده بلا قشره، وليمونه حامضه. اجي نوريك تشتي بهم احلى عصير. كناخذوهم كنقطعوهم طريفات صغار، كنحيدو منهم العظومه وكاعداك السوائل اللي كيكونوا ديال داك الشلفه البيضاء ولا اي حاجه. اول حاجه نقطعت هذه اللي ما مقشراش، اللي ديجا نقيه. من بعد غادي ندوز نقطع حتى هاد الحامضه وهاد هذا، غنديرهم في واحد البول، غادي نطحنهم كلهم. انا غنوريكم كيفاش غنديرهم. ها هي قطعت هذيك البرتقاله كونجلي، هذه الثانيه. دابا غندوز لقطع الحامضه. اي حاجه قطعتها كنديرها في الاشواق ديالي. ودابا قطعت حتى الحامضه، وكنأكد على انكم تزولوا العظومه، يعني فيما كان شي عظم اولا شي هذا عظم ولا شي جلفه بيضاء، حاولوا تزولوها نهائيا. كما شفتيو معايا انا هنايا حطيت لكم هذا كاع هذاك الشيء كاع كله، داك الليمونا كونجلي، يعني البرتقاله، وحده بالقشور وحده بلا قشور، والحامض ديالنا حتى هي. وكنأكد على انكم خصكم تحيدوا العظومه والجلوفه كيفما بغا يكونوا كيخصهم يزولوا. دابا غادي ندير القياس ديال السكر ديالي، نتوما القياس على حسب العبار، كاين اللي كيبغي حلو بزاف كاين اللي ما كيبغيش. المهم انا غادي ندير القياس ديال السكر، غندير القياس ديال جوج معلقات ولا ثلاثه، لان هاد العصير كاينه كهاد ثلاثه ديال هذا كنخدم في طرو ونص ديال الماء، ماشي كثر، يعني طرو ونص الماء. خليكم معايا نتوما تشوفوا كيفاش غادي. هانتوما من بعد ما زدت القياس ديال السكر ديالي اللي بغيت ليه القياس هذا، درت انا القياس جوج معلقات ونص. غادي ندير دابا غنطحن من بعد ما طحنت هذاك العصير داك البابي، يعني البرتقالات وداك الحامض هذا كيعطيني على هذا الشكل هذا، كناخذ واحد القرعه ديال طونس ديال الماء بارد من الثلاجه كنزيدها عليه. كندخل العصير ديالي للثلاجه، كنخليه تقريبا واحد الساعه ولا ساعتين، المهم تقدروا بعد تنساوه نتوما 3 ساعات 4 ساعات، نتوما شوفوا الوقت اللي غادي يوانكم. غتغطيوه وتطيروه في الثلاجه حتى زعما يبرد مزيان مزيان مزيان، ديك الساعات كتجبدوه وتصفيوه. انا دابا نوريكم فاش غادي نصفي كيفاش يخرج العصير ديالي. بعد ما كتخرجوه من الثلاجه، المهم اقل حاجه ديروا نتوما ساعه باش يكون برد مزيان، اقل حاجه ديروا ساعه باش يكون طلق فيه مزيان. واخا هي الصراحه ما تكرهوش تخليوها 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، المهم الوقت اللي عندكم. المهم كيف كنقول لكم اقل حاجه خليوها ساعه. ها هو صافي صفيتو، ودابا غادي نحطوه في الغرف ديال العصير ولا غادي نحطوه في شي قريعه وغادي تشوفوا كيف غيجي. العصير ديالنا واجد، بارد، غزال، ذوقوه جربوه على ضمانتي. دوق وجربوه وقولوا لي ردوا عليا الخبر، وبصحة وراحة.